انا ما كاينش. اذا متابعي ومتابعات قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا عبر هذا البث المباشر هنا من مدينه اسفي. نقول لكم اسعد الله مساءكم تحيه طيبه عطره مع الضيف المثير للجدل سعيد الشاب سعيد الغريب. هذا هو اللقب ديال الشاب سعيد الغريب، ومن لا يعرفه تنبؤاته السابقه زعما بكل صراحه نقول لكم واحد تسعود التنبؤات ديال الشاب سعيد غريب كيكونوا في أرض الواقع وكيتحققوا على أرض الواقع. بدا مع الطفل ريان، جا الزلزال، جا الفيضان، جات الشتاء، الجدري القرادة، إسبانيا، دابا بزاف ديال الأحداث. شنو نسيت آخر سعيد؟ أنت غتكون ضابط أكثر مني. شنو نسيت؟ بزاف الأحداث اللي سمعناهم، ولكن كنتمنى وكان يكون ايجابي اي حاجه تدخل منه، وهي 90% ديال داكشي اللي قلتي يا سعيد ما كيكون فيه، كيصدق فيه غير السلبي 100%. 90% كيكون عندك تنبؤات وكاين غير الكوارث. انا ما تنبغيش بحال عرفت، لكن الله سبحانه وتعالى. دور عندك الميكرو سعيد، هضر من دابا، دير الصوت مزيان، عاود سعيد دابا مزيان. هضر مزيان. تعرفوا عليك سعيد، الناس اللي اول مره غيشاهدوك واخا الفيديوهات ديالك يحققون الاف المشاهدات، مئات الاف المشاهدات عبر يوتيوب ولا في فيسبوك، عرفنا براسك سعيد. ومعكم شاب سعيد غريب كما حطوا هما هاد لاباق، هما هما اللي حطوا ديال قناه شوف تي في، هما اللي حطوا وبقى اللقب سعيد. وتنقول هادو غير تبقاو غير تنبؤات على العلم سبحانه عز الله ونعم بالله. حيت البعض كيقول لك لا راه كيدير الشعواده، لا راه كيدير السحر، وجاوبناهم في اللايف الاخر هضرنا على هذه المساله هذه. شنو عاود بغيت تقول لنا؟ حتى المشعوذ ما تيعلمش على شي حاجه ديال عبد الله سبحانه وتعالى، للساحر المشعوذ اي الشيطان، العلم تيبقى عبد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله اللي عطاك واحد العبد شي حاجه راه تيعلم بها هو. ونعم بالله. انت كتشوفها رؤيا ولا؟ ودي الا دخلنا في هذا العلم راه حنا ما نسالوش، تيبقى نقولوا نبقى احساس وصافي. سعيد الاحساس ديالك اخر مره هذه جوج ديال الاسابيع هذا داخل في الاسبوع الثالث، حسيتي وعطيتي بالتاريخ وعطيتي الحدث فين غيكون، عطيتي اسبانيا الاسبان بالضبط، قلتي ما غيوصلش شهر 11 ولو يبقى فيها غير نهار 2024 غيكون حدث مائي خيب في اسبانيا، وفعلا عشرات الضحايا مفقودين الى حدود الساعه، كاين عشرات ديال الوفيات اللي تسجلوا في اسبانيا. اشنو تقول وشنو قلتي لينا في هذاك الفيديو اسعيد؟ قلت لك غنشوف دوله اسبانيا واخا يبقى غير نهار في 2024 غنشوف حدث يعني عالمي، ولكن راني تنشوف ولكن تنقول غير هذه، اللهم هذه غير البدايه، يعني تنتمنوا يعني نروحوا يعني يخرج صراحه يعني يخرج يعني نقول نصف الدولة باش تكون فاهم. شنو غيوقع؟ لا يكون في واحد الحدث زي أرضية وحدث مائي في نفس الوقت. يعني رانا نشوف واحد الطائرة اللي واحد يعني بحال الثلج تيطيح من الشتاء باش نكون من السما باش نكون فاهم. شتي الصور اليوم شنو وقع؟ واخا شفت انا تنقول لهم ربي بحال عاطيهم غير فرصة فرصة يعني مازال يعني تنتمنى والله سبحانه وتعالى السلام. شنو غيوقع بالضبط؟ قول لنا شنو يعني راه فيها يعني واحد الحدث اللي صعيب اللي سيعيشوه دابا، ديال تنقول هذه البدايه ديالو. هادشي دابا اللي وقع ما بين البارح واليوم غير البدايه. اي البدايه ماشي. شنو كاين؟ قول لنا شنو كاين؟ يعني نشوف نصف الدوله يعني ما تنقول يا ربي السلامه ما حس نبقى ننتظرو. ياك شنو نقولوا يعني تنقول يعني الخروج والله، ولكن نتمنى نطلع غلط من هاد الحوايج ونقول لربي سبحانه وتعالى هو اللي يعلم قدرته. غير هذا احساس عندي وتنشركه صافي. سعيد هضرنا على 2025 قلتي في راس السنه ديالو، بزاف ديال الناس ما يحتفلوش. ماشي بزاف ديال الناس، انا نقول بزاف ديال الدول في العالم اللي ما يحتفلش في راس السنه ديال 2025. لا يكون واحد الحدث يعني اللي يخلي دول اللي ما تقدر ما تحتفلش، يعني يكون واحد الحدث اللي فيه شي دولة اللي
لما تقدرش شي دولة تحتفل. كل شيء غيضم، ماشي دولة توقع فيها شي حاجة. نتمنى يكون خير فين هادشي؟ فين غيوقع؟ على حسب، ولكن تنقول يا ربي يحفظ دولة اسبانيا. كل شيء هذا خير. وكما تنساش حتى يعني اي تأدى تا جار لحدانا باش يكون فاهم، يعني زين، باش يكون فاهم، واش راه يوقع بزاف؟ يعني راه شوية من الحدود ديال اسبانيا ديال، يعني يكون تما خطر الشمال ديال الجزائر، ديال الجزائر شنو غيوقع في فيه؟ هاد الشهرين اللي تنهضر عليه 11 و12 في 2024. قبل ما تخرج 2024 قبل ما تخرج باش غيكون زلزال، هيكون خيبة مائية، شنو؟ حالة الحوايج اللي تصونامي، شنو؟ حالة الحوايج اللي يكون حدث يعني علم اللي بالضبط. لا يضطروا فيه، يعني الدولة اللي تكون تنتمناها أنا تخويا إسبانيا في هاد الشهرين. تنتمنى نطلع غلط، أتمنى أنك و تخرج، ولكن يعني للأسف كثير من الأحيان ما كتخرجش غلط. صحيح. حمت انا صافي ما كنتش نقول، ولكن يعني توقع شي حاجه تنضطر علاش ما قلتش، يعني نقول تضطر لك الحال. من لو الشيء ما وليتي مؤخرا كتقول أخبار زوينة وكل شيء. حمت تسمع بحال شي حوايج يقول لك هو ما نعرف هذيك المدينه علاش ما يقولش بالضبط، يعني انا قلت لك اسبانيا يعني صافي بحال هاد الحوايج، يعني وكتمنى انها ما ما توقعش. توقعش باش يكون فاهم. حمت اي واحد في العالم ما يبقاش شي دوله بحال هاد الحوايج اللي سلبيين يوقع، يعني تنبقى انسان ولكن العلم سبحان الله نعم لله. حقيقه. شو اخبار المغرب؟ يعني راه في 2025 في الاول ديالو يكون واحد الحدث اللي هو ايجابي في المغرب، حدث ايجابي، حدث ايجابي يعني هو حدث ولكن ايجابي في المغرب، بالضبط. بدل الكوداس كون خير ان شاء الله يكون خير. ان شاء كلمة الله. أخيرة لك سعيد. وتنتمنى التنبؤات اللي تنعطي تنتمناهم يطلعوا غالطين من اللي خايبين، اللي التنبؤات خايبين، الخايبين. اللي خايبين ولا كانوا سلبيين انا ما بغيتهم ما يوقعوش، وتبقى هذو غير احساس التنبؤات يعطيهم الله سبحانه وتعالى العبد وجميع العبد ديالو، وتنتمناو خير.